السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وياكم لهذا الأسبوع مختبرنا الثالث، هو الـ Moisture Content Measurements. الـ Content forms of water and wet product aim of determination moisture content factors that affecting moisture content of the product method of determination of moisture content. هسا نجي على الـ water form in wet product. لاحظوا انه الـ pharmaceutical product تحتوي على فد نسبة من الـ moisture. دائما من يقيسون الـ moisture بالـ pharmaceutical product، يعني من يقيسوا لها كمية الـ moisture حيشوفون اكو فد كمية من الـ moisture موجودة بها. بس هنا ليش قلنا الـ water form in wet product؟ يعني ليش قلنا الووتر فورم؟ ليش ما قلنا المويستشر؟ لأنه أغلب السولفنت المستخدمة بالفارماسيوتيكال برودكت هي تكون الووتر، وبعض الأحيان يستخدمون أورجانيك سولفنت مثل الإيثانول والأيزوبروبانول، بس أغلب الأحيان يستخدمون الووتر أز سولفنت. لهذا أنه إحنا عندنا المويستشر أغلب الأحيان بالفارماسيوتيكال برودكت هو الووتر. فالووتر الموجود بالفارماسيوتيكال برودكت موجود على عدة أشكال، أما يكون بشكل unbound water يعني يكون بشكل free، بهذه الحالة هو يعني موجود بشكل liquid exert its full vapor pressure، لأنه هو موجود بشكل free فمن السهولة أنه يصير removing by يعني physical process مثل evaporation process، حتى يزيلون moisture from the pharmaceutical product يسوون evaporation. من يسوون evaporation راح ينزال الجزء المويستشر أو جزء الووتر الموجود بشكل free يعني unbound water، راح يصير له evaporation، راح يصير له removing. نستمر بعملية evaporation إلى أن نوصل لنقطة نسميها equilibrium moisture content. بهذه النقطة حتى لو استمرنا بالevaporation ما راح يصير فقدان للمويستشر from the pharmaceutical product، راح يصير يعني راح يبقى كمية من المويستشر موجودة بالpharmaceutical product. يعني ما ممكن انه اسوي complete drying for the pharmaceutical product. ليش؟ لانه مدام ال product مالتي موجود in contact with the moisture with the air، والair يحتوي على ال droplet of the water dissolved in the air. الwater العفو الair يحتوي على كمية من الwater ذائبة به، فلهذا انه ما ممكن انه ازيل كل الmoisture من الpharmaceutical product. الequilibrium moisture content هو ما يسمى بالbond water. يعني من اوصل لهذه النقطة الequilibrium moisture content، يعني الwater بهاي النقطة انه راح يكون مرتبط بالبرودكت بشكل كيميكال بوند، ليش كانت مرتبطه فيزيكالي بالبرودكت، هذا لا بشكل كيميكال بوند. زين، اما تكون الووتر بهذه الحاله، اما يكون يعني يصير له ادزوربشن على السيرفيس مالت البرودكت، راح يكون مونو او باي لاير اون ذا سيرفيس اوف ذا برودكت، او ممكن يصير له ادزوربشن تو ذا ستراكشر اوف ذا برودكت، ويكون ترابد وذ ذا كابيلاري within the structure of the product. ولهذا بما أنه هو bond يعني مرتبط بchemical bonds ويا ال product مالتنا، فيكون difficult to remove، من الصعوبة أنه يعني نزيل هذا النوع من الwater، أو تكون في بعض الأحيان impossible to remove this type of water. Okay. الـ water of crystallization في بعض الأحيان بعض أنواع من الـ من المواد أو من من الكيميكالز موجودة بشكل crystal form. هذا الكريستال يعني يمكن أنتم ماخذيها أنواع، أكو هايدراس وأكو أنهايدراس. الهايدراس هي اللي موجود بيها الووتر، الأنهايدراس هو يعني ما موجود بيه ووتر، كريستال موجودة بشكل crystal form بس يعني من اسمها أنهايدراس فما بيها ووتر. فالwater of crystallization هذا النوع انه undesirable to remove، يعني ما محبب انه اسوي له removing هذا النوع من المويستشر. ليش؟ لانه راح يغير لي يعني الكيمستري مالت الماده، راح يغير كيميائيه الماده، راح يحولها from hydrous to anhydrous form، وهذا الشيء undesirable. اوكي، هسه نجي
إلى the aim of determination moisture content. Why we are interested in measuring of moisture content؟ يعني أنا ليش أريد أقيس الموستر اللي موجود في الفارماسيوتيكال برودكت؟ يعني شنو الغاية من عندها؟ أول شيء لأنه for assessment product quality، لأنه شافوا أنه الووتر act as a vector، كناقل، يشتغل كناقل for chemical and microbiological deterioration of the product. يعني شافوا أنه الفارماسيوتيكال برودكت اللي يكون موجود بها ووتر ممكن تتعرض إلى chemical deterioration أو microbiological deterioration، ممكن تتعرض إلى التلف بسبب وجود الووتر. بعد for quality control and quality assurance of the product، مثل ما تعرفون أنه الـ industrial pharmacy واحدة من الديبارتمنت مالتها هو الـ quality control and quality assurance. الـ quality control هو اللي يكشف لنا يعني الـ quality مال الـ product المصنعة من قبل الـ manufacturer. الـ quality assurance يعني أي defect بالبرودكت راح يرجع المن الـ quality assurance تصلح شنو بي يعني مشكلة وترجعها للكواليتي كنترول حتى تفحص الكواليتي مالته مرة أخرى. فمثلا إذا أجى يعني عندنا فارماسيوتيكال برودكت وقاسوا المويستشر الموجودة به وشافوا كميته عالية، فإنه الكواليتي كنترول راح تاخذ ايديا إنه الدراينج بروسيس ما كانت افيشنت، أو أكو فد مشكلة بالدراينج بروسيس، أو فد مشكلة بالستورج مالت البرودكت. فلهذا انه ترجع للكواليتي اشورنس حتى اشوف وين المشكله تحلها وترجعها مره ثانيه الى الكواليتي كنترول. فور اسسمنت اوف برودكت ستابيليتي، مثل ما قلنا انه الووتر او المويستشر راح ياثر على يسوي ديجريديشن او يقلل الشيلف لايف فور ذا فارماسيوتيكال برودكت. ليش؟ لانه الووتر راح يسوي انكرجمنت فور ذا جروث اوف مايكرو اورجانيزم. بالإضافة إلى أنه وجود الووتر أو المويستشر ممكن يسوي هيدروليسيس بالنسبة للكيميكالز أو بالنسبة للماتيريال اللي تكون مويستشر سنسيتيف، راح تتعرض إلى الهيدروليسيس. بعد شافوا أنه for conformity of the process standards and statutory requirements، شافوا أنه requirements أو الستاندرد لبعض أنواع من الفارماسيوتيكال أو الاندستريال بروسيس يحتاج انه احافظ على المويستشر ات لو ليميتس، يعني لازم تكون المويستشر ات لو ليفل حتى تستمر هذه العمليات. شافوا كذلك المويستشر كونتنت ممكن ياثر على الكومباكتابيليتي مات البودر او مات الجرانيولز، يعني مثل ما راح ناخذ بالسلايدات الجايه ونشوف انه الجرانيولز شافوا اذا في نسبه كميه قليله طبعا مو هواي من المويستشر راح يكون قابليته على الكومباكشن افضل مما اذا كان يعني مجرد نهائيا من المويستشر. بعد راح يأثر المويستشر على الفلو بروبرتيز، وهذا أخذناه بالفلو بولتي، قلنا المويستشر كونتينت راح تأثر على الفلو بولتي of the powder بصورة عكسية، يعني كل ما زادت المويستشر راح يصير تزداد الكوهيجن والأدهيشن فورسز، راح يزداد الأدهيرنس أو يزداد يصير البرودكت ستيكينج، وبالتالي راح يأثر على البروبرتيز الفلو بروبرتيز اوف ذا برودكت. هسه نجي على الفاكتورز افكتينج مويستشر او ووتر كونتينت اوف ذا برودكت، شو راح يأثر، شنو الفاكتور او العوامل اللي راح تأثر على كمية المويستشر بالفارماسيوتيكال برودكت. اول شيء الكيميكال كومبوزيشن اوف ذا كونستيتيوينتس، يعني التركيب الكيميائي للمواد المكونة للبرودكت، يعني هل انه البرودكت مالتي يحتوي على فد مواد تكون هايجروسكوبيك ماتيريال، مثل ما تعرفون انه الهايجروسكوبيك ماتيريال لها قابلية واسعة على انه absorption او adsorption of moisture from the air، وبالتالي راح تكون كمية المويستشر الموجودة في هذا النوع من البرودكت راح تكون عالية. بعد الـ state of its constituents، شنو هذه الكونستيتيوانت مالت البرودكت، شنو الحاله مالتها، موجوده بشكل يعني فاين باودر او بشكل اجريجيشن. الفاين باودر راح تكون السيرفس اريا مالتها يعني كبيره او واسعه، فلهذا انه تكون المساحه السطحيه المعرضه للاير كبيره، بالتالي ممكن قابليتها لامتصاص المويستشر فروم ذا اير تكون عاليه، على العكس من الاجريجيشن اذا كانت الكونستيتيوانت موجوده بشكل اجريجيشن فتكون المساحة السطحية مالتها أقل، قابليتها على امتصاص الهيوميديتي أو المويستشر تكون أقل.
الـ nature of water راح تأثر على المويستشر كونتنت الموجودة بالبرودكت، يعني طبيعة المويستشر الموجود شنو هو نوعه، بوند ان بوند او ووتر اوف كريستلايزيشن. وعرفنا وشرحنا انه الان بوند او الفري ووتر يكون ايزي تو ريموف باي فيزيكال بروسيس باي ايفابوريشن، لانه هو يعني ما راح يكون مرتبط بالبرودكت مالتنا، على العكس من البوند ووتر اللي يكون مرتبط، يعني اما يكون يصير له ادسوربشن اون ذا سيرفيس اوف ذا برودكت او يعني يكون له ادسورب تو ذا ستراكشر of the product. وبهذه الحالة إنه يكون difficult or impossible to remove. شافوا temperature of the ambient air راح يأثر على كمية المويستشر الموجودة بالفارماسيوتيكال برودكت. تعرفون كل ما زادت يعني ال temperature إيش نتوقع إنه المويستشر كونتنت الموجودة بالبرودكت راح أتقل. الهيوميديتي الموجودة بالامبنت اير يعني كل ما زادت الهيوميديتي راح تزيد قابلية الفارماسيوتيكال product لامتصاص الهيوميديتي from the air and increase the moisture content of the product. هسه نجي على methods of determination of moisture content. اكو عدة method for determination of moisture content. اول method هو thermal drying method، ودائما يستخدمون الاوفن سواء كان الهوت اير اوفن او الفاكيوم اوفن. الكيميكال اساي المبدأ مع هذه الميثود using chemical such as sulfur oxide and iodine in presence of buffer. هذا النوع يعني شلون تكون chemical marker، تكون هذه تكون color marker يعني ملونة، كل لون يعكس انه يعني كمية المويستشر كونتنت. مثلا اللون الاصفر معناتها بي مويستشر كونتنت من فلان رقم الى فلان رقم، الأحمر كمية المويستر نفرض من 50 إلى 70، أو البنفسجي نفرض من 70 إلى 80، وهكذا. يعني كل كلر يعكس فت كمية معينة من المويستر الموجود بالبرودكت. الجرافيمتريك أو الفيزيكال أساي يستخدمون فت كيميكالز أو فد مواد كيميائية يسموها أديسيكنز. الديسيكنت يعني هذه المواد اللي قابلة على امتصاص الرطوبة. هذه المواد شنو شغلها؟ انه هي مو يعني تقلل المويستشر كوانتيت الموجودة بالبرودكت، وانما تقلل المويستشر او الهيوميديتي ريلاتيف هيوميديتي الموجودة بالاير، وبالتالي تقلل قابلية يعني اذا قلل الهيوميديتي من الاير بالتالي راح تقل يعني البرودكت مالتنا منين راح يجيب هيوميد حتى يمتصها، بالتالي راح تقل المويستشر كوانتيت of the pharmaceutical product. مثل السيليكا جل، وبعد اكو فد مادة اسمها فوسفورس بنتوكسايد، هذه يسمونها ديسيكانت اللي لها قابلية على امتصاص تشتغل as absorbent of the humidity from the air. هسا اجي على الاول method اللي هي thermal drying process واللي احنا شنا نشتغلها. طبعا هو احنا شنا نشتغل هو ال hot air oven method أو drying process، اللي هو شنو المبدأ مالته؟ إنه يمررون فد hot air على pharmaceutical product اللي تكون في حالة wet pharmaceutical product. طبعاً ال hot air من يمر على أي product يكون wet شو راح يسوي؟ هو حار وراح يمر على فد مادة رطبة، راح يسوي evaporation أو يسوي removing للmoisture الموجودة في هذه البرودكت. هو هذا أساس هذه الميثود. فالأوفن دراينج ميثود هي وايدلي يوز ميثود. البرودكت اللي موجود عندي اللي يكون وات برودكت، الوزن مالته الويت مالته عبارة عن على الويت مالت المويستشر كونتنت الموجودة بي، يعني الويت اوف ووتر بلس الويت اوف ذا دراي برودكت. فاني لوز اوف ويت يعني ورا ما يعرضون عليه يعني يعرضونه على هوت اير يمررونه على hot air يخلونه بالأوفن راح يصير عنده فقدان بالويت. فهذا الويت اللي ينفقد عبارة عن شنو؟ هو الوزن مالت المويستشر كونتنت، هو عبارة عن كمية المويستشر كونتنت. لأن قلنا هو الوزن مات الواتر برودكت عبارة عن الوزن مات الواتر الموجود به والوزن مالت الدراي برودكت، يعني الويت of wet product يساوي الويت اوف ووتر زائد الويت اوف دراي برودكت.
فأني فقدان بالويت معناتها أنه هو هذا يعكس كمية المويستشر الموجودة بالبروجكت. الويت لوز ديبيند أون عليه من البارتيكل سايز، البارتيكل سايز مال السامبل أو مال الماتيريال اللي موجود بها المويستشر. فكل ما كان البارتيكل سايز قليلة راح نتوقع قابليتها على الدراينج بروسيس شنو، او قابليتها على الدراينج تجف بصوره اسرع، لانه المساحه السطحيه مثل ما قلنا انه المساحه السطحيه مالتها واسعه، فانه لها قابليه على امتصاص الهيوميديتي فروم ذا اير. بنفس الوقت اذا عرضناها الى هوت اير، فبما انه المساحه السطحيه مالتها كبيره معناتها قابليتها على امتصاص الهوت اير او قابليتها على الجفاف تكون أكبر، لأن المساحة السطحية مالتها أكبر، وبالتالي راح يكون الدراينج مالتها efficient أو أسرع مما إذا كانت البارتيكل سايز مالتها كبيرة. بعد الweight of the sample، يعني إذا كانت weight of the sample كل ما كان كبير كل ما يحتاج وقت أكثر، أو temperature تحتاج إنه تكون أعلى حتى يصل للدراينج. The type of the dish المستخدم، يعني size مالته، الماتيريال اللي يتكون من عندها، يعني اذا كان السايز مالته كبير اكيد راح تكون يعني المساحه المعرضه للهوت اير يعني راح تكون اكبر، لهذا الدراينج راح يكون اسرع واكثر افيشنت. التمبريتشر الموجوده داخل الاوفن راح تاثر. زين، وات اباوت ذا هيت سنسيتيف ماتيريال؟ بيش حاله شلون بالنسبه للمواد اللي تكون هيت سنسيتيف؟ هاي الحالة يعتمدون على latent heat، يعني الحرارة الكامنة الموجودة بالبرودكت، يعني ما يزيدون الحرارة مالت الهوت اير أو مالت الأوفن، ما يسلطون عليها حرارة عالية، لأن من يسلطون عليها حرارة عالية راح يصير لها degradation، يعني هي heat sensitive، فيعتمدون على الحرارة الكامنة latent heat of the product مالتها. يعني يفضلونها أكثر مما يزيدون الحرارة مالت الأوفن، لأن يعني إذا زيدوا الحرارة مالت الأوفن راح يصير لها degradation، لأن هي heat sensitive material. Now we need to ask some question. When the drying process should be performed؟ يعني شو كيف أسوي ال drying process؟ كيف أسويهم؟ أول شيء ال drying process يعني ممكن أسويه خلال الستيجات بالبداية، خلال عملية المانيفاكتشرينج، primary steps in manufacturing of the product، يعني خلال synthesis مال active pharmaceutical ingredient and excipient. ممكن أسويه يعني إذا كان الدراج بعد بودر، أو الإكسيبيانت بعدها في حالة بودر، إذا كان فيها نسبة عالية من المويتشر أحتاج أسوي لها drying قبل لا أسويها manufacturing. ممكن كذلك البرودكت بعد ما يصنع أسوي له دراينج، يعني the last stage of manufacturing، قبل لا أسوي packaging يسوون دراينج حتى يحافظون على البرودكت from the moisture. في بعض الأحيان أنه قلنا البودر يحولوه إلى granules قبل لا يسوونه بشكل دوزج فورم، يعني قبل لا يخلوه كبسول، أو قبل لا يسوي له compaction ويصنعونه as a tablet. بعض الأحيان يحولون البودر إلى غرانولز لسبب أو لآخر، أما حتى يزيدون الفلويبلتي أو يحسنون الكومباكشن كاركترستيك مالت البودر، أو حتى يحسنون الكونتينت يونيفورميتي يصنعوا بشكل غرانولز. فلاست ستيج ان غرانوليشن بروسيس هو الدراينج بروسيس. يعني عدة مراحل ممكن أسوي بيها الدراينج بروسيس، ممكن يعني بالستيبات الأولى إذا كان الاكتيف فارماسيوتيكال انجريدينت او الاكسيبيانت موجوده بشكل بودر خلال السينثيسيس مات البرودكت، يعني خلال المراحل الاولى من المانيفاكتشرينج، وباللاست ستيج اوف مانيفاكتشرينج يعني قبل لا يسوون ستورج، بيفور ستورج، يعني لاست ستيج اوف مانيفاكتشرينج بيفور ستورج يسوون دراينج بروسيس حتى يتخلصون من المويستشر، لان كنا المويستشر وجوده راح يسبب لنا واي بروبلمز وشرحنا عنها. So what is the difference between the moisture content of the air and relative humidity؟ هذا السؤال، يعني شنو الفرق بين moisture content الموجودة بالair و relative humidity؟ هي يمكن في بعض الأحيان هواي من الأشخاص أنهم حسبالهم moisture content الموجودة بالair نفسها هي relative humidity،
بس هي بالحقيقة لا تختلف. The moisture content of the air can be expressed as a kg of water. يعني نقيسها ممكن نحسبها kg of water يعني weight of water على weight of free moisture أو free water dry air. ممكن أحسبه بأقسم weight مالت الwater على weight of dry air. زين الmoisture content of water ما يعتمد فقط على temperature وإنما يعتمد على كمية الmoisture taken by the air. لكن relative humidity راح يعتمد على كمية الmoisture taken up from the air ويعتمد على temperature. زين how can reduce relative humidity؟ شلون أقدر أقلل relative humidity in ambient air؟ بال large scale في المانيفاكتشر دائما يستخدمون ال air conditioning system، بس هاي العملية أو البروسيس تكون expensive يعني يستخدموها بس بالمانيفاكتشر يعني بال industrial manufacturing. لكن بال laboratory ممكن يستخدمون قلنا desiccant اللي هي هاي الماتيريال اللي الدور مالتها أو الرول مالتها مو تقلل الموشر كونتينت مالت الفارماسيوتيكال برودكت وإنما تقلل الـ relative humidity بالـ ambient air يعني تقللها إلى يعني تخفضها إلى نسبة 5 to 10%، تقللها إلى نسبة كلش قليلة بحيث أنه إذا قلت الـ humidity in the ambient air بالتالي أنه الـ product مالتنا ما راح يلقى فد moisture أو يعني humidity بالاير حتى يمتصها وبالتالي يصير في مويستشر. زين is the over drying is benefit or not؟ ال over drying it is not benefit. وقلنا احنا ما ممكن انه احصل على برودكت يكون completely free from moisture content، وشرحنا لان قلنا انه تكون البرودكت او السوليد مالتي في حال اكوليبريت with the moisture يعني ويا المويستشر ذات present naturally in the air يعني الـ air بصورة طبيعية يحتوي على المويستشر يحتوي على كمية من الـ water dissolved in the air. فطالما انه المادة مالتي موجودة يعني in contact ويا الـ air فطبيعي انه راح تمتص كمية من المويستشر from the air وتصير في حالة equilibrium ويا الـ product. زين over drying يعني اذا سويت over drying للبرودكت هو راح يفيدني لو راح يضرني؟ شافوا انه لازم تبقى فد نسبه قليله او نسبه معينه من المويستشر موجوده بالبرودكت او بالبودر حتى مثلا تحافظ عليه. من اذا كان البودر يعني over dry شافوا انه الفلوبلتي مالته راح تكون قليله. ليش؟ لان راح يتكون static charge لان راح يكون يعني الدراي كونديشن راح تكون يعني راح يكون البودر كلش دراي وراح يتكون ستاتيك تشارج بالتالي هذه الشحنات راح تاثر بصوره سلبيه او بصوره عكسيه على الفلوبلتي مال البودر. فشافوا انه اذا كانت في نسبه قليله مو هواي قلنا النسبه الهواي او الكونتنت المويستشر كونتنت اذا كانت عاليه هم راح تاثر بصوره سلبيه على الفلوبلتي والأوفر دراينج هم راح يأثر بصورة سلبية على الفلوبلتي. لكن نسبة قليلة جدا مثلا 1 إلى 2% of moisture راح تكون الفلوبلتي مالت البودر أفضل مما كان يعني أوفر دراينج أو free from completely free from water. شافوا كذلك الجرانيولز أنه إذا بيها إذا كانت free from moisture أو free from water قابليتها على الكومبكشن تكون كلش يعني تكون ضعيفة، بينما إذا كانت بها فد كمية من المويستشر يعني 1 to 2% من المويستشر راح تكون الكومبكشن مالتها أفضل مما لو كانت free from water. بنفس الوقت قلنا إنه لازم أحافظ على البرودكت مالتي at low level of moisture لأن مثل ما شرحنا قلنا وجود المويستشر بالبرودكت ممكن راح يؤدي إلى problems بالستيبلتي يسبب لي deterioration. إذا كانت المادة moisture sensitive material يصير لها hydrolysis أو في بعض الأحيان يقلل shelf life لأن راح يسوي degradation راح يشجع encourage growth of microorganism.
فلهذا انه احافظ على المويشر at low content but not يعني over drying not free from water. هم فالشي مو محبب يعني لا وجود المويشر هو فالشي زين ولا free from moisture هو فالشي زين. لازم احافظ على المويشر بنسبة قليلة جدا. هسه نجي على الـ procedure of measurement of moisture content. أول step رح ناخذ الدش مات الأوفن أو مات الميكروويف رح يسوي له drying حتى يعني يزيلون أي moisture موجود به at 720 watt for 2 minutes. خلونا بالميكروويف دراير. بعدين ورا ما سووا الدراينج يقيسون الوزن مالته وهو فارغ ويت انت دراي ديش. بعدين ناخذ السامبل مالتنا الماتيريال ناخذ فد كمية كافية من عنده عادة ياخذون 5 جرام of the sample and weigh into a dish and was previously dried in the microwave. يخلونه بالدش اللي سبق وانه جففناه وقسنا الوزن مالته. المرة بما انه عرفنا الوزن مالت الدش عرفنا الكمية مالت السامبل اللي أخذناها جينا أخذنا السامبل خليناه بالدش بعدين نجي نقيس الوزن مالت الدش ومالت السامبل ونخليه بالمايكروويف at 180 واط. طبعا الانيشيال ويت مالت الدش ومالت الماتيريال مالتي نقيسها نخليها بالمايكروويف at 180 واط وور 1 مينيت نجي نسجل نشوف الوزن شقد صار after 1 minute. زين نستمر بالهيت والويت يعني كل ورا 1 مينيت نشوف شقد صار الوزن ورا 2 مينيت يعني within time interval 1 مينيت يعني ورا 1 مينيت من الدراينج شقد صار الوزن نجي نقيسه ورا 2 مينيت من الدراينج شقد صار الوزن نقيسه ورا 3 مينيت شقد صار الوزن نقيسه ورا 4 مينيت شقد صار أنقيسه إلى أن وأستمر بالهيتينج والويتينج بروسيس إلى أن أحصل على successive wave does not differ by more than 10 milligram for 3 successive reading. يعني شنو؟ أستمر قلنا بالدراينج يعني نسوي دراينج ونوزن إلى أن أحصل على 3 قراءات الاختلاف بيناتهم مو أكثر من 10 ملغرام. يعني نفرض مثلا أنا ورا 4 دقائق صار الوزن عندي مو كان 5 جرام يعني 500 ملغرام ورا 4 دقائق قل الوزن مو راح يصير ويت لوز لأنه راح يصير إيفابوريشن للمويستشر. نفرض أنه صار الوزن مالتي 450 ملغرام after 4 minutes. إذا أجي أقيسه after 5 minutes ألقى مثلا 445 ورا 6 minutes ألقى 443 ورا 7 minutes ألقى 442. يعني 3 قراءات الفرق بيناتها مو أكثر من 10 ملغرام. لحد هنا أسوي ستوب للهيتينج أو ستوب للدراينج وأجي أعتبر هذا الوزن الأخير هو الوزن مال الدراي برودكت وأجي أحسب. أول شيء أملي التيبل اللي هسه راح أشوفونه نسوينا تيبل. أول شيء نخلي الـ weight of empty dish إش قد الـ weight مال empty dish dry empty dish قسنا الـ weight مال السامبل قلنا ناخذ 5 جرام يعني 500 ملغرام. initial weight of dish and sample إش قد الـ initial weight يعني قبل لا أسوي drying إش قد الوزن مال الدش والسامبل after 1 minute إش قد صار الوزن after 2 minutes إش قد صار الوزن after 3 minutes وأستمر قلنا إلى أن أحصل على 3 قراءات الفرق بيناتها مو أكثر من 10 ملغرام. وراها أجي أحسب الـ percentage of moisture content اللي هو يساوي الـ weight loss. الـ weight loss اللي هو كمية الـ moisture content يعني الـ moisture اللي كان موجود بالـ product هو اللي انفقد بالحرارة انفقد. فأي اختلاف بالوزن هو معناتها هذا هو الـ weight مات الـ water أو كمية الـ moisture. هو الـ weight loss هو اللي يمثل كمية الـ moisture أو الـ weight of water. أقسم على الويت of the dry sample. الويت of the dry sample نعتبر الويت الأخير هو الدراي sample لأنه ممكننا نحصل على 3 قراءات الفرق بيناتها أقل من 10 ملغرام يعني مو أكثر من 10 ملغرام. فآخر ويت حصلنا عليه هو هذا أعتبره الويت of the dry sample.
أضربه في 100 حتى أحصل على الـ percentage of weight loss. فالـ weight loss شلون؟ أول شيء عندي شلون أحسبه؟ عندي الـ initial weight أطرحه من الـ weight of the dried sample حتى أطلع الـ weight loss، وأقسمه على الـ weight of the dried sample حتى أحسب الـ moisture الـ percentage، أضربه في 100 حتى أحصل على الـ percentage of moisture content، لأن قلنا total weight of the product هو الـ weight of water والـ weight of the dry material. أوكي، إلى هنا ينتهي مختبرنا لهذا الأسبوع، وشكرا جزيلا لكم.